إنها امرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن والحمد لله وتعمل أيضا من أجل كسب لقمة العيش، إلا أنها لا تتمكن من ختم القرآن في شهر أو شهرين، بل ربما في أكثر من ذلك، هل تكون آثمة؟ وبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. ختم القرآن من المستحبات، وكل ما ختمه في وقت قليل كان أفضل. إذا ختمه في شهر، في كل عشر، في كل ثلاث، كل هذا أفضل، ولكنه ليس بواجب. والأولى والأحسن أن لا يتجاوز الشهر، يكون في كل شهر ختمه، هذا هو الأفضل. ولو تعدى وختم في شهرين أو في ثلاثة أشهر فلا بأس بذلك، لأن هذا من المستحبات وليس من الواجبات. جزاكم الله خيرا.